ايه في، يا سلام عليك يا اخي، في ان اختك عترن عليك اتكلسن عليه. ليه العمايل بتاعتك داي دا حتى جا عيد رمضان ما سالتش فيه، وعيد الضحيه ما سالتش فيه، ليه جديد يا اخي؟ رد، يمكن في حاجه، يمكن حاجه حصلت، يمكن حد ضربها. ليه العمايل داي؟ يمكن محتاجه فلوس يا اخي. هتقول لي اختك ومش اختك؟ انا ما فضلهاش اختي، وبعدين اختي عم ترن 90 مره في اليوم. انا تليفوني دي للشغل وبس، انما هتقول لي اختك وعمتك وخالتك؟ والله ما فاضل الكلام دي. فكفايه انت الزين، وكفايه انت اللي بتسال عليه، ولو محتاجه اي حاجه ترن عليك انت. انا قلت لها قبل كده ما ترنش علي. واه، وصل بيك جحدان القلب دي انك تقول كلام زي دي؟ وبعدين ده اختك، ليها مين من بعد ابوك الله يرحمه غير اخواتها يعني؟ وبعدين مش اختك اللي تسال بس عليه، المفروض تسال على عمتك وخالتك وخالك وكل الناس وكل من له صله رحم بيني. هو صله الرحم عايزين تقطعوها يا ابو؟ يعني ليها مين مثلا هي من بعد ابوك غير اخواتها؟ ليها جوزي، ومن مجوزينها ليها، مش جوزناها وعملنا لها فرح، الناس كلها شهدت بي، عاوزاها منينا تاني؟ وبعدين زي ما انا مسؤول على مرتي وعيالي، هي مسؤوله من جوزي. وما تقعدش كل شويه بالله عليك تقول لي اختك ومش اختك، عشان انا خلاص ماليش دعوه بيها تاني، وما ترنش علي، ولو عاوزت اي حاجه تطلبها منك انت. يا حنين، وصلت حنين كمان؟ ايوه حنين، وحن منك كمان يا راجل. يا راجل اكشف على دمك، واخذ لها كيلو طماطم ولا كيلو بطاطس وشويه ملوخيه ولا كيلو لحمه، وروح لها البيع، تجبر بخاطرها وتفرحها يا راجل. برضي كلام دي يعني خليها زي مبلغ هتصرفه على القهوه وسط الخوالات والمدلدلين اللي هتقعد معاهم وتقدموا على القهاوي. واي، وعند اختك؟ لا انا ما نروح لها شيء، انا ما نسويش، ليه العمايل بتاعتك بس داي. القعده اللي انت بتقول عليها دي بتاعت القهوه، انا بدفع 500 جنيه بيترد لي 2000 جنيه، انما انا اروح اجيب لها طماطم وبطاطس ولحمي واجيب لها حاجات ب 700 600 جنيه وفي الاخر ما يرجعوش؟ طب وليه؟ اولى بهم بيتي، انما اختي داي وعيالي في الاخر حيفتكروني؟ والله ما حيفتكروني. اوعى اوعى. وقف يا مجدي، كلام اخوك اللي هيقوله لك ده صح؟ وبعدين صله الرحم خالتك وعمتك وخالك وجدتك، وبعدين صله الرحم توفيق في الحياه واسراء في المال. يعني يوم العيد تلقى البيوت فاضيه، ما حدش يروح الحاد، الناس تصلي وتنام. زمان كانت تفتح الدواوير، وكانت العيال تتلم حوالين عمامها وخلانها، وكان في تعيدات. دلوقتي الناس تصلي وتنام، فين صله الرحم؟ ناس تتكلم عليه، صله الرحم دي مش اختك باش. الاقربون الاقربون الاقربون. قل له يا خال، قل له يمكن انا نضحك عليه مثلا. ده احنا وصلنا لزمن وحش يا اخي، الناس بقتش تسأل على بعضيه يا اخي. ده الواحد عيبقى ساكن هو واخوه في بيت واحد ومش هيسألوا على بعض، سلة الرحم اتقطع، الناس بطلت تحب بعضيها ولا تقدر بعضيها. يا اولاد، ليه العمايل بتاعتكم داي؟ اسأل على اخوك واسأل على اختك واسأل على جارك يا حبيبي. ليه الدنيا محدش واخد منها حاجة يا اولاد؟ دفاني دفاني دفاني. ده الكفن يا ولد ابوي ما فيهوش جيوب، يعني ما حدش واخد حاجه معاه، ما تقعد لكش غير السيره الطيبه، السيره الزاني. سله الرحم ليه مسختوها قوي كده؟ نسالوا على بعضينا يا اخي، نسالوا على بعضينا يا اخي. اسمع كلام اخوك يا مجدي، وروح زور اخواتك البنات زي ما قال لك هيثم، ما تقطعش سله الرحم. وبعدين انا سامعك تقول قهاوي وفلوس ومصاريف، الاقربون اولى بالمعروف، ربنا يصلح الحال للجميع ان شاء الله. والله يا عم سماحه ما كذبش اللي قال، الدنيا تلاهي، بس اوعدك اخلص المشوار اللي رايحه دي، وبعد المغرب ان شاء الله هاخد هيثم ونروح نشوفوها مع بعض، فعلا هي ملهاش غيرني. خلاص يا هيثم، يلا سلام. ربنا يهديك يا ولد ابوي، ربنا يهديك يا ابوي. يا ابو عم، المفروض سله الرحم ما نقطعوهاش، الناس بس هتاخديها من بعضيها.